عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم يا رب. موضوع الفيديو بصراحة جه في وقته جدا جدا، لأن هو مهم قوي 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 عامة، وده أولا، ومهم قوي قوي في الصيف وده ثانيا، ومهم قوي 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 في رمضان وده ثالثا. أحب أعرف نفسي للي أول مرة يدخل القناة بتاعتي. انا جيسي محمد، بيوتي بلوجر ومساعدة صيدلي خبرة 5 سنين، ومهتمية بمجال العناية بالبشرة والشعر. اتمنى منكم ان انتم تتفرجوا على الفيديو للاخر، وان انتم تتبعوا الخطوات اللي انا هقول لكم عليها دي، طبعا مع مختلف تغيير المنتجات يعني وكده. ولو الفيديو ما عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وفوق كل ده ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة، تعملوا سبسكرايب، وفوق كل ده يعني ان انتم تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي جديد انزله باذن الله. واتمنى منكم ان انتم لو في اي استفسار في مجال الادويه او الكوزماتكس ان انتم تنوروني في الكومنتات. ندخل بقى في موضوع الفيديو. موضوع الفيديو ان احنا ازاي نخلي ريحتنا حلوه في الصيف، او عامه يعني في البيت وبره البيت. والفيديو ده يعني هيفيد بالذات الناس اللي هم يعني بيبقوا شغالين، يعني بيبقوا بره البيت بحكم مثلا شغلهم كتير. هو شوية خطوات احنا لو ماشيين عليها كل يوم، اوعدكم ان انتم هتوصلوا يعني لمرحلة مرضية جدا ومريحة نفسيا بطريقة كبيرة قوي يعني جدا. انا بستعمل شاور جيل، اول حاجه بستعملها وهي شاور جيل من جونسون، تمام. هو بخلاصه البابايا، ريحته حلوه جدا 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 فوق ما تتخيلوا بجد. بس هو ريحته ما بتبقى ثابته قوي، بس يعني بتبقى في الجسم الى حد ما يعني. واللي بيعجبني فيه اكتر ان هو بيخلي الجسم ناعم، بينعم الجسم جدا يعني، فده حلو قوي. تاني حاجه بعملها والجسم مندي كده ان احنا نستعمل بودي لوشن، تمام. انا بستعمل بودي لوشن من نيفيا، هو بفيتامين اي وخلاصه التوت لجميع انواع البشره. هو حلو قوي، بس هو حلو ك يعني كريحه وكترطيب للصيف، انما للشتاء بصراحه انا ما برجحوش للشتاء، لان احنا في الشتاء بنبقى عايزين حاجه مرطبه اكتر من ان هي يعني تدي ريحه، والحاجه المرطبه تكون ترطيب قوي، فده ترطيبه مش قوي، فانا بحبه للصيف. تالت حاجه واحنا هي ان احنا نستخدم مزيل عرق. انا بستعمل مزيل عرق من نيفيا، بصراحه كويس جدا. هو فعلا ريحته بتثبت 48 ساعه، وكفايه ان هو زيرو الكحول، وده معروف فايدتها جدا، ان ده طبعا الكحول، وجود الكحول في اي مزيل عرق فهو بيبقى سبب ان هو بيسبب اسمرار، تمام. رابع حاجه بستعملها مخمريه او مخمريه، انا دي انا اللي عاملاها، تمام. هبقى اعمل لكم فيديو تفصيلي عنها ان شاء الله ازاي بعملها مع التاتشات بتاعتي. انا عاملاها بالبرفيوم المفضل بتاعي، ودي بحطها على اماكن النبض، وهي بتبقى هنا، تمام، وورا الودان وعند المفصل بتاع الدراع، تمام. خامس حاجة وهي ان احنا الشعر، ريحة الشعر بتأثر جدا 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 على ريحة الجسم. فانا بستعمل بقيدي فترة يعني بتاع اسبوعين كده ولا حاجة، بستعمل كريم فاتيكا، تمام، هو بزيت الارجان. طبعا كلنا عارفين فوائد زيت الارجان كويس جدا. اللي عجبني فيه ان هو ريحته حلوه وترطيبه كمان للشعر حلو، يعني انا لما بحطه بقعد حوالي يعني اقل من اسبوع، يعني حوالي 4 5 ايام كده بيبقى شعري مترتب وريحته جميله جدا، فده عجبني بصراحه. سادس حاجه ودي التاتش الاخير بقى، ان انتي تحطي يعني برفيوم. انا بحب وانا قاعده في البيت احط على الهدوم، طبعا مش على الجسم، برفيوم ده جولدن تاتش من ماي واي، هو ريحته قويه جدا، فانا بحب احطه وانا في البيت، طبعا ما ينفعش احطه بره، فبرش منه على الهدوم. طبعا يعني مش قادره اقول لكم بقى.
انما لو انا وانا خارجه بقى بره البيت بحب استعمل حاجه خفيفه وتكون سبراي اكتر من برفيوم، وطبعا برضو على الهدوم، وتكون ريحتها هاديه ورقيقه كده، ايه عشان ايه ما تبقاش ملفته يعني. فانا ساعات بستعمل السبراي ده اسمه بريشيس سيكريتس، هو ريحته حلوه جدا وخفيفه وهاديه، و يعني بيخلي ريحه كده منعشه يعني. ده كده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تتبعوا الخطوات دي جدا طبعا مع تبديل المنتجات اللي انتوا بترتاحوا عليها، واوعدكم ان انتم هتلاقوا روحتكم يعني، هتبقوا انتوا عايزين تحضنوا نفسيكم كده بمعنى اصح يعني. استنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، ولو في اي موضوع او اي حاجة انتوا عايزين ان انا يعني اعمل لكم فيديو عنه، اتمنى ان انتم تنوروني في الكومنتات.